أول خبر معنا في حلقتنا النهاردة عن السوبر ستار شيرين عبد الوهاب اللي سجلت معظم أغاني الألبوم الجديد. طبعاً الألبوم ده هينزل يوم 8 أكتوبر وده نفس يوم عيد ميلادها. كل سنة وهي طيبة ومقدمة. السوبر ستار أحمد عز كان موجود في السويس، كان عنده عدد من المشاهد الخارجي في فيلمه الجديد الممر. هو دلوقتي واخد أجازة لمدة أسبوع وبعدين هيكون عنده أسبوع تاني تصوير في الإسماعيلية. حفيد تيتا ده احدث فيلم للنجم محمد نور. محمد بقاله حوالي 6 سنين بعيد عن السينما بعد فيلم جيم اوفر اللي كان بيشاركه في البطوله بيك سوبر ستار يسرا. النجمه صابرين بتجهز مفاجاه كبيره جدا، هي هترجع للغنى من تاني بعد غياب طويل. المفاجاه كمان الغنى هيكون للاطفال وهي بتسجل عدد من الاغاني وكمان هتصورهم وهتنزلهم الفتره الجايه. السوبر ستار محمد امام بعد ما رجع من الهانيمون ابتدى دلوقتي يجهز فيلمه الجديد لص بغداد. طبعا لص بغداد من انتاج شركه سانرجي. بعد غياب 13 سنه فوقش النجم محمد فؤاد هيرجع للسينما من تاني. احنا عرفنا ان هو هيعمل دور واحد بيتجوز بنت اجنبيه والبنت دي بتسافر وبتاخد الولاد معاها.